أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. احنا يا جماعة النهاردة يعني فرحة كبيرة جدا ان احنا معنا سيدنا ونشكره جدا ان هو يعني وافق ان هو ياخد من وقته ويجي يقعد معنا. سيدنا هيكلمنا في موضوع يخص كل الناس يعني كبير وصغير اللي هي الحروب بتاعت النجاسة والافكار الشريرة وكده. هو الموضوع ده مهم جدا واتفقنا مع سيدنا ان احنا عايزين انتوا تشتركوا معاه. فهو سيدنا هيعمل مقدمة قصيرة وهيتوزع عليكم دلوقتي ورق. خد ورق زي ما انت عايز وقلم واكتب كل الأسئلة بتاعتك وتتطبق في ورقة ويلموها الخدام ويجاوبها سيدنا. والأسئلة بتاعتكم هي الموضوع بقى. الأسئلة بتاعتكم واسأل براحتك يعني عاوز تسأل 5 مرات 10 مرات اسأل لأن كل أسئلتك دي هي أسئلة ناس تانية برضو ويمكن مش قادرين ان هم يسألوها. اقتراح ان احنا نطلع قدام عشان يبقى كده كلنا حوالين سيدنا وكأنه كده اب كده في وسط اولاده علشان برضو نحس بروحه كده جاي لنا ونحس كده ان احنا فعلا بنستفاد وبنتلمذ مش بس بنسمع وعظة وخلاص. اتفضل يا سيدنا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحقيقه مع الاباحيه الجنسيه والخطايا الجنسيه الكتيره اللي العالم بيحاول يقننها ويتكلم عنها على انها حاجه عاديه ومقبوله لازم ان احنا نقدر نفهم ان الجنس من المفهوم المسيح او الجنس حسب غرض الله. لان هو مين خلق الجنس؟ ربنا هو اللي خلقه. فربنا لانه خلقه اكيد في غرض منه. فمهم جدا نعرف ايه الغرض من الجنس حسب قصد الله. ربنا اعطانا الجنس لانه له قوة فريدة لجذب الزوج الى زوجته والزوجة الى زوجها.
الجنس يذهب أبعد من مجرد ما هو جسد. الارتباط الجنسي ده بيمتد ليكون أيضا ارتباط عاطفي وارتباط روحي. يعني الارتباط على مستوى الجسد ومستوى النفس ومستوى الروح، وبيصبح الاثنان واحدا ويرتبطان من خلال الاتحاد الجنسي. والجنس ده له قوة جاذبية جامدة جدا جدا. علشان كده ربنا حط حدود صارمة للجنس، لان لو انت عندك مثلا مية بتنتفع بقوة عظيمة وما حطتش حدود للمياه دي هتغرق البلد. هكذا الجنس. فايه الحدود اللي ربنا حطها للجنس؟ اول حاجة يتعين على الجنس ان تتم مشاركته بين زوج وزوجة، رجل وامرأة. ما ينفعش اتنين رجالة او اتنين ستات، رجل وامرأة ومتزوجين، ولا يمكن امتداده الى اخرين، لا قبل الزواج ولا اثناء الزواج. يبقى الارتباط ده ما بين الرجل وامرأته المتزوجين، وما ينفعش يكون في ارتباط بحد قبل الزواج ولا اثناء الزواج غير الزوجة. مش كده ربنا قال لنا قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. الحاجة التانية انه لا يجب اثارة الجنس او ايقاظه حتى يأتي الوقت الصحيح. يعني احيانا الممارسات الخاطئة تشمل مثلا حاجة زي العادة السرية اللي احيانا الواحد ممكن يقع فيها قبل الزواج، كل دي اثارة للطاقة الجنسية الموجودة للانسان، وده غلط. فلا يجب اثارة الجنس او ايقاظه حتى يأتي الوقت الصحيح. ممكن اكون شعر بالرغبة، وهتكلم عن موضوع الرغبة الجنسية، لكن الانسان بيتسامى بهذه الطاقة الموجودة جواه، والانسان عنده مقدرة على ضبط النفس. يعني ربنا اعطى الانسان قدرة على انه يضبط الجنس. فدي تاني نقطة. تالت نقطة بالنسبة للمتزوجين، الجنس يجب ان يمارس بانتظام خلال زواج، بس في فترات بيتفرغ فيها للصلاة والصوم، زي ما بولس الرسول كتب وقال واما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان لا يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحد رجله، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة ايضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب احدكم الاخر، لا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون على موافقة الى حين، مش دائما، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا ايضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. نزاهتكم بالانجليزي سيلف كنترول، يبقى يجربكم الشيطان لعدم وجود سيلف كنترول. القيود اللي ربنا حطها او الحدود اللي ربنا حطها على الجنس ليس الهدف منها منع الحرية، ولكن الهدف منها حماية الحرية. زي ما بقولكم لو في طيار مية جارف لما بتحط حدود وسدود ده علشان يحمي، otherwise هتلاقي يحصل في flood.
لما بنستخدم عطيه الجنس دي زي ما ربنا ادهلنا الانسان يبقى فرحان وحاسس انه حر، ولكن لما نسيء استخدام العطيه دي فبيعاني الانسان من مشاكل وخطايا وادمان وعادات رديئه الى اخره. لانه عطيت الله، واستحاله ربنا يدينا حاجه غير صالحه. وربنا جعل الجنس فائق في اللذه، يعني يمكن الجنس يفوق في لذته اغلب ملذات الحياه الاخرى. ليه ربنا عمل كده؟ علشان ده يربط الزوج بالزوجة وتستمر العلاقة دائمة، وعلاقة الوحدانية دي دائمة. ودلوقتي نقدر نفهم بقى ليه ربنا منع الجنس ده قبل الزواج، وليه منعه خارج الزواج بمعنى الخيانة الزوجية. لان لو الانسان لقى حد تاني ابتدى يغلط معاه، الربطة اللي بينه وما بين مراته تنحل وتضعف. وده السبب اللي ربنا قال انه لا يوجد طلاق الا لعلة الزنا، لان مع علة الزنا الرابطة قوية اللي هي بتربطهم مع بعض، بالزنا الرابطة دي بتضعف. وطبعا بالنسبة العادة السرية اللي بنسميها الجنس الاناني، ان دي فيها اشباع للنفس، كل ده بيدي صورة زائفة للجنس حسب غرض الله وحسب قصد الله. طيب نيجي لموضوع الرغبة. عشان النضوج بنشعر بالرغبة الجنسية، اشعر ان انا يعني منجذب الى الجنس الاخر، والرغبة الجنسية دي ابتدت تزيد عندي. واحيانا بعض الشباب يقولوا طب يا رب ليه اديتني الرغبة دي وانا بتقولي ما تستخدمهاش دلوقتي. هل الرغبة الجنسية الغرض منها بس هو التناسل والتكاثر؟ لا طبعا. ربما الغرض البيولوجي من الجنس هو التناسل، لكن الغرض الاسمى هو الوحدانية والارتباط بين الزوجين. فيبقى ربنا اعطى الانسان الرغبة الجنسية دي او الشهية الجنسية لانه يريد منه ان يمارس الجنس مع زوجته، لان زي ما قلت لكم دي بتحافظ على الوحدانية اللي موجودة بينهم. وبولس الرسول يعني وصى كده في الآية اللي احنا قريناها ان تكون العلاقة مستمرة، ولو هيبعدوا عن بعض في العلاقة دي نقول لك الى حين، يعني فترة الاستراحة كده للتفرغ للصلاة والصوم، والهدف منها هو التدرب على ضبط النفس. يعني ايه ضبط النفس؟ يعني افرض مثلا واحد من الزوجين سافر لمدة شهر شهرين، التاني يعمل ايه؟ لازم يكون عنده المقدرة على ضبط النفس. فبالصلاة والصوم الانسان بيقدر يدرب نفسه على ضبط النفس. وقال لهم هيبتعدوا عن بعض يكون على موافقة، يعني الاثنين يكونوا موافقين. وربنا اعطى السلطان على جسد المرأة لزوجها، واعطى السلطان على جسد الزوج لزوجها. برضو الرغبة الجنسية بتحفز الانسان للسعي نحو الاخر. فبسبب تخيل مثلا يعني لو الرغبة دي مش موجودة ممكن اتنين متزوجين يبقوا زعلانين ويقعدوا زعلانين مع بعض بفترات طويلة.
لكن احيانا بسبب الرغبة الجنسية يبتدوا يصطلحوا ويتكلموا ويتصافوا مع بعض. فالرغبة دي بتحفز الرجل على الاستمرار في السعي نحو زوجته، وايضا الزوجة في السعي نحو زوجها. لكن اللي بيحصل لما بيتوقف الزوجين عن ممارسة الجنس والرغبة دي موجودة، احيانا بيحصل انحراف نحو الافلام الاباحية او ممارسة العادة السرية، ودي بتسبب يعني وقوع الشخص في الخطيئة. ولازم نلاحظ ان الرغبة غير متساوية، يعني رغبة الرجل اكبر من رغبة المرأة. ليه؟ لان ربنا عايز ان الرجل يقود حتى زوجته في العلاقة الزوجية، فعايز ان الرجل يأخذ دور القيادة، عشان كده اعطى للرجل رغبة اعظم في الجنس. طب يعني ايه دور القيادة؟ يعني يطلع يتخانق ويقول ده حقي وانت ما تحرمنيش من حقي ويعمل كده؟ لا، ده القيادة معناه ان هم يأخذوا المبادرة ويعتنوا بمحبة زوجتهم ويظهروا هذه المحبة، فالزوجة بالطريقة دي تقبل على العلاقة الزوجية. والرجل بيجد الحميمية والقبول خلال الممارسة نفسها، لكن المرأة بتختبر الحميمية والقبول قبل العلاقة، ولما بتشبع من الحب العاطفي بتكون جاهزة للاستمتاع بالعلاقة الجسدية. ويبقى بالطريقة دي لما اتكلم على قيادة الرجل، ان ربنا اعطى للرجل شهية جنسية اقوى عشان يستطيع هو ان يشبع احتياجات زوجته اولا قبل حتى العلاقة نفسها من خلال الحب والعاطفة والكلام، قبل ان تشبع هي احتياجاته. ومن هنا لا يمكن فصل الرغبة الجنسية عن قيادتها. مش كده احيانا كتير من الزوجات لما يكون مثلا زوجها قاسي عليها ويزعق لها ويشتمها فتيجي تقول يعني ازاي بعد كل اللي بيعمله ده هو جاي في الاخر بيطلب ان هو يكون في علاقة جسدية معايا؟ لكن لو الرجل فهم دوره وان ربنا مديله الرغبة دي، الرغبة دي مش عشان يتخانق عشان يقولك اخد حقي، الرغبة دي علشان يقدم حب، الرغبة دي عشان يقدم اهتمام، الرغبة دي عشان يقدم عناية، وبالطريقة دي يكون هو القائد زي ما بنقوله في الوصية وان تكون حنونا عليها، وبالطريقة دي زوجته هتسعى اليه. لو ربنا كان عمل العكس، ان الرغبة عند المرأة اعلى من الرجل، كان يبقى الرجل اقل سعيا نحو زوجته، والسعي ده بقى مش موجود. لكن ربنا اعطى للرجل رغبة لا تشبهها غير الزوجة، مش كده؟ هو بيأخذ المبادرة وبيأخذ القيادة. ايضا دور الزوجة ان هي بتخضع لقيادة زوجها، يعني بتتقبل هذا الحب زي ما بنتقبل حب الله وبنخضع لله. وطبعا الزوجة مدعوة فقط انها تتحدى او تقف امام زوجها فقط لو طلب منها زوجها امر ضد ناموس ربنا او ضد الضمير المقدس. يعني الرجل عليه ان يقود بطريقة لا تعطي للزوجة سببا لكي ترفضه. لو هي بترفضه يبقى قيادته غلط، لو هي بترفضه يبقى هو قيادته غلط.
وينبغي أن يكون عليه وينبغي عليه أن يكون حساسا من جهة احتياجاتها ورغباتها وظروفها، وينبغي عليه أن يعرف الأوقات اللي ممكن لسبب أو آخر من الصعب عليها أن تعطي نفسها له، وينبغي عليه أن يمتنع عن تملقها بأفعال تجعلها غير مرتاحة أو بتتركها وهي شاعرة بالانتهاج. عشان كده الزوج ينبغي أن يقدم نموذج للقيادة كخادم حتى في حجرة النوم. أفكاره الأولى من أجل إعطاء اللذة والراحة للزوجة مش من أجل نفسه. ممكن بعض الأزواج يميل أن يكون مستأسد كده أو مغلوب على أمره في العلاقة الزوجية، بس ده غلط، لأن هو كده بيسيء استخدام القيادة، يا إما بالسيادة والتسلط يا إما بالتنازل. لا، ده غلط وده غلط، إنما يقود كخادم. بعد الخطية توقف آدم والرجل أن يفكر في حواء أولا، ومن هنا ابتدت حواء والمرأة تتمرد على قيادة الرجل، وعشان كده أصبح الجنس صراع وأصبح الجنس سبب لمشاكل كتير. يعني تخيلوا العطية اللي ربنا اداها علشان تخلي الزوجين يعيشوا في سلام ومحبة ووحدانية، أصبحت دي بسبب خطايانا نفس العطية دي سبب خناقاتنا ومشاكلنا في البيت. يعني في المشورة تلاقي أغلب الأزواج والزوجات بيقولوا إن صرحهم حوالين موضوع الجنس أكتر من أي أمر آخر، أكتر من الفلوس، أكتر من الإنلوز، أكتر من الأولاد، أكتر من أي حاجة. فبقت أكثر وسائل نعمة هي دي السبب الأعظم للنزاع، وده بالضبط اللي عايزه الشيطان، إنه يفسد عطية الله. وبالطريقة دي الشيطان يقول للرجل أو يقول للمرأة أنت مش مستمتعة بالجنس في الزواج، استمتع بيه بره الجواز، استمتع بيه بره الجواز. فالشيطان خطته أن يجعل الناس يمارسون الجنس بأكبر قدر ممكن خارج الزواج، سواء عادة سرية أو سواء برونوغرافي أو سواء خيانة زوجية إلى آخره، وبأقل قدر ممكن داخل الزواج. وهو عارف، أنتوا عارفين بلعام بن بعور لما أشار على المديانيين علشان ازاي يهزموا اسرائيل، قالوا نزلوا بنات المديانيات يغلطوا مع شباب اسرائيل، وبالطريقة دي لما يقع في خطة النجازة ربنا يفارقهم. ودي خطة الشيطان، ان عايز يوقعنا في خطة النجازة عشان ربنا يفارقنا. دي خطة الشيطان بالضبط كده. والشيطان ايضا عايز يقدم الجنس على انه عمل جسدي فقط، برغم ان اطلقوا ان الجنس ده عبارة عن وحدانية على مستوى الروح والنفس والجسد. الافلام الاباحية دي مدمرة للانسان، مدمرة لانها تسبب الإدمان، مدمرة لأنها بتخرج الجنس من صورته المقدسة الجميلة إلى صورة مجرد بيحول الشخص الآخر إلى مجرد أوبجكت، أداة من أجل اللذة فقط. ما بيبينش القيادة بالمفهوم اللي احنا شرحناه، إنما بيكون يا إما فيها التسلط يا إما فيها التنازل. أيضا
بيجي الإنسان يمكن أول مرة يتفرج على حاجات بورنوغرافي تبقى أقل حاجة صغيرة تثيره. بعد كده اللي أثاره في اليوم الأولاني ده بعد شهر لا يثيره. فبتوع اللي بيعملوا أفلام البورنوغرافي لازم يفكر في حاجة جديدة فيعمل حاجة أكبر، فالإنسان يبتدي يدور على حاجة أبشع وهكذا. فيفضل الإنسان عمال يدور على حاجات أصعب وأصعب وأصعب علشان تجيب له اللذة. يجي بعد كده في العلاقة الزوجية حاجة من اتنين، يا إما مخه خلاص تدنس وعايز كل اللي بيشوفه وبيتفرج عليه عايزه ده يحصل مع زوجته، يا إما العكس إنه قرفان جدا من اللي هو شافه برغم انه هو مدمنه ومش شايف ان زوجته ممكن تبقى زي القرف اللي بيشوفه في الافلام الاباحية فيمتنع عن ممارسة الجنس مع زوجته، لان هو في ذهنه بقى الجنس بالطريقة المبتذلة اللي بتقدمها الافلام الاباحية دي، فشايف ان زوجته اسمى من كده بكتير. والافلام الباحية دي مدمنة، وحتى بعد ما الانسان يجي ياخد يعني موقف يقول خلاص انا مش هتفرج تاني، الشيطان يكون طبع ملايين الصور ويحطها في الذاكرة بتاعت الانسان، وبعدين وانت نايم يروح واخد لك صورة مطلع حالك، وانت قف بتصلي جيب لك صورة من اللاوعي وحطتها لك في الوعي، ويفضل يحارب الانسان بيها. ايضا بيبقى فيها نوع من انواع الانانية، ان انا بتمتع بمتع نفسي انا باللذة دي، انا بختص باللذة دي نفسي. طبعا كل ده يعتبر زنا، لان ربنا قال من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فلما بتبص على الحاجات دي ده زنا 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 يعني. فالافلام الاباحية دي بتضيع الغرض المقدس من الجنس والرغبة الجنسية. فكل الافلام الاباحية بتشتغل ضد ارادة الله. طيب اعمل ايه في الرغبة الجنسية الموجودة عندي لغاية لما يجي وقت الزواج؟ الرغبة الجنسية دي بتعطي طاقة للانسان، فالطاقة دي ممكن اتسامى بيها مش اكبتها. بنلاقي ان الشباب مثلا اللي بيلعبوا سبورت كتير رياضة، او ولاد ربنا مثلا اللي يخدم وينزل ويفتقد ويروح، ده بتساعده على ان هو الطاقة دي تخرج ومتبقاش مكبوتة في داخله، لان عمال بيخرج وبيفتقد ناس وبيسأل على ناس مرضى وناس كبار في السن وهكذا. ايضا الصوم اللي اغلبنا بنهمل فيه مفيد جدا جدا في ضبط النفس، لان الصوم انت بتقول انا مش هاكل الاكل ده، فانت بتقول لا لجسدك، فانت كده بتدرب نفسك انك تقدر تقول لا لرغبات الجسد، فتستطيع ان تقول لا للرغبة الجنسية اذا ثارت فيك. ايضا النظرة الطاهرة للجنس الاخر، يعني البنات انا بشوفهم زي اخواتي وبتعامل معهم زي ما بولس الرسول قال لتيموثاوس والحدثات بكل طهارة كأخوات بكل طهارة. فالإنسان بالطريقة دي بيحافظ على جسده وفكره نقي. الخطية قبل ما بتوصل للجسد بتبقى في الفكر، يعني الواحد بيقبلها في فكره، مش كده؟ أنا لو رفضت الخطية على مستوى الفكر
مش هتنزل من الجسد. لكن لما بقبل الخطيئة على مستوى الفكر بتنزل على الى مستوى الجسد. النصرة موجودة بس احنا علينا الجهاد. جاهد ولما تجاهد ربنا هيعطيك النصر. بس جاهد الجهاد الحسن. ابعد عن اي عثرة وابعد عن مسببات الخطية. اخر نقطة بعد كده اسيب لكم وقت للاسئلة. بالنسبة للمتزوجين فيقول لك طب هو ايه الجنس الطبيعي؟ فالحقيقة السؤال الجنس الطبيعي دي ما ينفعش هنقولك ايه ما اقدرش يعني فيش لستة ده وده 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 طبيعي وده 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 مش طبيعي. انما نقدر نتكلم على مبادئ. والمبادئ دي ما هي خطة الله من جهة الجنس. فافكرك تاني بالحدود اللي احنا قلناها. يعني بغى ان يمارس الجنس فقط الى الابد بين زوج وزوج. المبدأ الثاني ينبغي أن يمارس الجنس بحب وليس بغصب. يعني إزاي تخصب واحد وفي نفس الوقت أنك بتحبه. وبرضو ينبغي أن يمارس الجنس مع ضبط النفس. يعني لو الطرف الآخر تعبان مش قادر أنا مفروض علي أن أنا أضبط نفسي. ولما يكون في الواحد في ذهنه ممارسة معينة عايز يعملها يسأل الأسئلة دي. ايه اللي موجود في قلبي بيدفعني لهذه الممارسة؟ وهل هذه الممارسة خاطئة ولا لا؟ زي ما ربنا علمنا ان الامور الشريرة بتخرج من الداخل من داخل القلب. فلما يكون الرجل عنده قلب حنون زي ما قلنا وان تكون حنونا عليها مش هيطلب من زوجته امور خاطئة. عشان كده الواحد محتاج انه يلقي نظر على قلبه عشان يعرف ايه الدوافع بتاعته. هل الدافع هو محبتك لزوجتك ولا الدافع انت عايز تتلذذ حتى وعلى حساب زوجتك؟ ايه الدافع؟ ايضا في بعض الممارسات الموجودة في الافلام الاباحية فيها ممارسة انتصار وقهر للآخر وتسلط على الآخر. بس دي مش ممارسة المحبة والخدمة، مش ممارسة القيادة بروح الخدمة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. الافلام الاباحية ممكن يكون فيها لذة الرجل اكتر عظمة واكتر نهما من لذة المرأة. لكن اوعى تعرض زوجتك لممارسات تخليها تشعر انها اتغلبت منك او اتقهرت منك بدل ما هي تشعر انها محبوبة ومرغوب فيها. اوعى زوجتك تخرج من العلاقة شعر انها تدنست بدل ما تشعر انها محبوبة ومصانة. سؤال ثالث، هل الممارسة دي ان بتاكل بلذة شخص واحد ولا اثنين؟ يعني احد اهداف الجنس هو اللذة المشتركة. لكن لو اللذة لطرف واحد والتاني لا يبقى غلط. ما ينفعش واحد يتلذذ والتاني يتألم. فلا تشبع نفسك باستمرار على حساب شريكك ولا ترتكب أبدا أفعالا تجلب اللذة للواحد والاشمئزاز للآخر أو الألم للآخر. وهل تزعج هذه الممارسة ضميرك أنت أو ضمير زوجتك؟ لو انت ايفن شاكك بلاش منها. لو لاحظ شاكك ان الممارسة دي ممكن تكون غلط بلاش من الممارسة دي. الضمير ده عطية من ربنا لينا. والضمير بالصلاة والكتاب المقدس والاعتراف والتناول بيتزكى الضمير. فمفروض نلتفت للضمير ولا نخالفه. فلا تخالف ضميرك من جهة بعض الممارسات ولا تحاول ان تقنع زوجتك وتراوضها على مخالفة ضميرها. فيعني دي بعض نقط تخلينا نقول ازاي نقدر نحدد ايه الصح وايه الغلط
وماذا يليق بنا كأولاد لربنا وماذا لا يليق بنا كأولاد ربنا. أنا هكتفي بالجزء ده علشان يعني عايزين ندي فرصة للأسئلة. فدلوقتي في وقت للأسئلة للي عايز يسأل. تفضل. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. في طريقتين للأسئلة. في الورق اللي بيتوزع هستأذنكم كمان تفتحوا تليفوناتكم، هنعمل سيرش على ويب سايت هقول لكم عليه. معلش يا رضا نقولني على واحد، خلي التلفزيون يجي على واحد. هقول لكم على الويب سايت لغايه ما تيجي على التلفزيونات. اعملوا سيرش على اس از انسان ال اي دي او دوت كوم. لو دخلت على الويب سايت الصح هيطلب منك كود نمبر. هو ده الويب سايت موجود قدامكم، والكود نمبر مش محتاجين تعملوا اي حاجة غير تكتبوا الارقام من غير سبيسز. وانس ما هتدخلوا على الويب سايت بعد ما تدخلوا الرقم اي اسئلة هتكتبوها سيدنا هيكون معاه التابلت هيشوف الاسئلة، مفيش أسماء هتبقى موجودة ونقدر كلنا نشوف الأسئلة مع بعض، لكن من غير أسماء وسيدنا يقدر برضو يبقى شايف كل الأسئلة موجودة على التابلت. اللي حابب يعمل ورق أو اللي حابب يبقى موجود يكتب على الورق.